رغم التأكيدات الأخيرة للحكومة العراقية وعلى لسان وزير خارجيتها فؤاد حسين لدى لقائه مجلس المفوضين من أن انتخابات حزيران المقبل تعد من أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشددا على استعداد الحكومة لتوفير المتطلبات كافة والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية، خاصة بعد أن تم دعوة المراقبين الدوليين. إلا أن صدى المقترح الذي أطلقته مفوضية الانتخابات بإرجاء العملية الانتخابية حتى نهاية العام الحالي ما زال محل جدل في الساحة السياسية، والأسباب التي أعلنتها المفوضية تتعلق بقلة عدد التحالفات والكيانات الانتخابية المسجلة لديها. الإشكالات بين شركاء العملية السياسية اللي هم السلطة التنفيذية والتشريعية والمفوضية والمنظمات الدولية والمحلية والأحزاب، هناك فجوة بينهم لا تزال قائمة، فهذه عقبة كهود بين الشركاء وتؤثر سلبا على إجراء انتخابات في موعدها المحدد. متظاهرو تشرين الذين أجروا تمارين الدخول للعملية السياسية من خلال تشكيل كيانات تحمل أسماء تمثل وتجسد الحراك الشعبي، والتي أوحت أن المتظاهرين مستعدون لمواجهة الكتل التقليدية. وقد قرأت الكتل الأخيرة في اقتراح المفوضية بتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام منحها مزيدا من الوقت لترميم أوضاعها ودخول العملية الانتخابية بشكل أفضل بعدما أطاحت احتجاجات أكتوبر بحظوظهم ولو جزئية. أن قانون المحكمة الاتحادية لم يتم تعديله لإكمال نصاب تشكيلة المحكمة للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، لأن لا يمكن أن تجري انتخابات ما لم تكن هناك محكمة اتحادية عليا تشكل للنظر للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. وباقتراح المفوضية الجهة صاحبة الرأي الفني الأول والأخير بشأن إقامة الانتخابات، فإن 16 من أكتوبر وهو الموعد المقترح قد يكون ملزما للكتل إذا ما استقرت فعليا على إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا يمثل فرصة لبعض الأحزاب من أجل الاستعداد التام لها عن طريق التحشيد والدخول في تحالفات تضمن لها الوصول للبرلمان، لكنه من جهة أخرى قد يؤثر على استعدادات تكتلات تشرين التي تستعجل الانتخابات ما دامت الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجاتهم لم تبرد بعد، والتي لا يودون أن تنسى بتقادم الزمن. سرمد القاص، الحرة. ومن بغداد معنا الخبير القانوني علي التميمي. أستاذ علي، مساء الخير، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. يعني بداية، هل فاجأك طلب المفوضية تأجيل الانتخابات بعد فترة طويلة من إعلانها أنها مستعدة لتنظيمها؟ يعني حضرتك قبل فترة كنت معنا هنا في الحرة وأشرت إلى أن كل التحضيرات تكاد تكون منتهية وسيتم إجراء الانتخابات في موعدها، هل فاجأك هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ محمد والسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني هذا القرار كان مفاجئا، ليس لي فقط وإنما للجميع الراغبين بالتغيير، لجميع يعني المؤيدين للحراك الشعبي العظيم الكبير الذي أعطى تضحيات وشهداء وأصبغ هذا الموعد 6/6 بدماء شهداء يعني ضحوا من أجل الوطن. الحجج اللي طرحت للتأجيل يعني برأيي لم تكن مقنعة، أنا شخصيا لم أقتنع بهذه الحجج، منها رقابة الأمم المتحدة على الانتخابات. رقابة الأمم المتحدة أستاذ محمد، يجب أن نفرق بين الرقابة والإشراف. هم الأمم المتحدة سوف لن تدير الانتخابات كما في 2003 و2004، لا، هي راح تشرف على الانتخابات، والإشراف مسألة بسيطة يعني من الممكن الأمم المتحدة عن طريق ممثليها وعن طريق أدواتها في العراق أن تحسب هذا الموضوع خلال فترة شهر أو شهرين على يعني أعلى تقدير. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تحججوا بها هي مسألة يعني ترتيبات المتقدمين للترشيح من حيث
معرفة الأدلة الجنائية، المساءلة والعدالة، محكومين غير محكومين، الشهادات، هذه أيضا مع التطور التكنولوجي والتنسيق الحاصل هي من الممكن أن تحسب خلال رقم قياسي يعني. أنا حقيقة أرى بأنه هذا القرار بالتعديل هو قرار سياسي، ليس قرار فني أو قرار قانوني. يعني الأمور كلها جاهزة، وحتى الحالة النفسية للشعب استعدت لهذا الموعد، لهذا التاريخ. لكن يعني حقيقة هذا التغيير هو يحتاج من البرلمان أن يقف عنده ويسأل المفوضية عن السبب، لأنه الرقابة على المفوضية، مفوضية انتخابات أستاذ محمد، هي من قبل البرلمان، هو اللي عليه أن يتحرك ويسائلها عن سبب هذا التأجيل المفاجئ اللي أنا أرى أنه أسبابه يعني حقيقة غير مقنعة. نعم، يعني حتى يتحول هذا الطلب إلى قرار نهائي تلتزم به الدولة العراقية، يعني ما هو المسار القانوني لهذا الطلب؟ يعني الحكومة توافق عليه، مجلس النواب، كلاهما، كيف؟ نعم، طبعا القانون رقم 9 لعام 2020، قانون الانتخابات الجديد اللي صادق عليه الرئيس ونشر في الوقائع العراقية بالمادة 7، يقول بأنه تحديد الانتخابات يقول بطلب من المفوضية وموافقة مجلس الوزراء وتكون قبل 60 يوم، هاي الانتخابات العادية. لكن احنا امام استاذ محمد امام انتخابات استثنائيه، امام انتخابات طارئه، امام انتخابات مبكره كما تسمى، كما نص عليها الدستور بالماده 64. هاي تحتاج الى ان يكون التحديد قبل شهرين، يعني ان يحدد مثلا، هم حددوه بتشرين 16 تشرين، يجب ان يكون يعني الحل تحدد 16 تشرين أن يحل البرلمان قبل شهرين، يعني لأنه الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تجرى إلا بعد حل البرلمان كما تقول مادة 64، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال. لهذا هنا التحديد هو يكون بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، تحدث عن الموعد الجديد أستاذ محمد، ويجب أن يسبق حل البرلمان شهرين، لأنه بعد شهر من تاريخ الحل، حل البرلمان يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات عامة في البلد، ما قال انتخابات مبكرة، قال عامة الناس. لهذا هذه التواريخ هي التي تضبط الإيقاع، يعني نحن أجلت آمنا بالله، لكن الخوف أنه هذا التأجيل تتبعه تأجيلات أخرى بحجج، يعني هي هاي المشكلة أستاذ. نعم، من بغداد الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي، شكرا جزيلا لك.